مهدي الأمين المخرج ضيفنا. أهلا وسهلا مهدي. عايشك يا دي، ميرسي. توا مش مغامرة في القرار اللجنة العلمية والكورونا توا معناتها توري فينا في أشكالها الكل؟ والله ليه، خطر القاعات السينما ما همش تجمعات ثقافية، معناتها ما هوش سال سينما كيما ريستوران كيما كافي كيما أي بلاصة، معناتها واحد يدخل باش يستهلك حاجة. البرودوي هذا جوست ان فيلم، معناتها كي العباد تنجم تمشي تتفرج. أنا أو كونتخير قاعات السينما تحترم ال 50%، تحترم تنجم تدخل كامل بالباس سانيتير ومهاوية، معناتها هما في الشتاء 50% راهم اي بتبيعتهم 50% هو معناتها سي سا لو نو جو بونس كو سي سي ان ريسك خذيناه بالحق، خاطر حاسين انه فما تصحر. يعني شنو مش باش نعيشوا الحياة تستمر في فرنسا 400,000 كا وما فما حتى شيء. الكوفر فو اللي صار ما فهمناش علاش، بلات الاسباب اللي ماهيش صحيه. انا جو بونس اكثر كانوا خايفين من 14، لكن قاعدين نشوفوا الحياه عاديه. انا نشوف البر الناس في القهاوي في الكوب دافريك، معناتها اون بليس جمهور يستنى في الفيلم. حسينا فريمون سي المومون باش برشا مخرجين اجلوا. يمكن نحن خلي نهدي كان باش يخرج الفيلم نتاعو في الفترة هذه، أجل. شوف هو قرارات متاع هذي متاع التأجيل، لأن نحس اللي بالحق سي أبسورد. علاش؟ على خاطر لا في كونتينيو سي سا الميساج متاعنا، أنه سي امبورتون دو فيفر دو كونتينيو دو فيفر، باش نمشيو للسينما باش نعيشو بطريقة عادية، نطلعو في المترو نمشيو للقهاوي نتفرجو في الكوب دافريك. جو بونس كو سي الي فوار ان فيلم سي بلو سيف. باهي ستريمز، فيلم مثير للجدل حسب ما قرينا، فيه تابوات جنس مثلية. هو فيلم مثير للجدل مش على هذاك الكل، هو مثير للجدل خطر فيلم ما تشافش في تونس، استنيوه برشا خرج البرا. هاني جاي خليني المواضيع ومن بعد تونجي المواضيع. شوف هو أكيد الفيلم جريء، حبيت أنه الفيلم يحكي على واقع بلاد كل الناس وتونس لازم يشوفوه. هذا اللي حبيت نقوله في الفيلم. حبيت نصور حاجة اللي ما نحبوش مش نخزروا لها، واللي نقولوا لا نخزروا لها جوست هكا بتعرف عين، مش لازم نراوها بالباهي. حبيت نعمل فيلم تاع ساعتين باش نجموا نراو حاجه واقع يصدم، لكن فيه فما حكايه فما خرافه يتبعها المتفرج يخرج بحاجه اكيد من الفيلم. بعد تالا من امور جينا للعمل هذا، العمل اللي قصته منين استلهمتها؟ قلت فيها برشا حاجات ذاتيه. أكيد برشا حاجات ذاتية، صورت في بلايس نعرفهم بالباهي تربيت فيهم، عباد صورت وحكيت حكاية عباد عشت معاهم ونعرفهم بالباهي. فيلم ذاتي جدا يحكي على الجناس بتاعي في المكان هذاك، حومتي حومة زازا، فولا بلاصة اللي طلعت برشا فنانين، ولكن وسي بلاصة عندها توا مع تتصعاني من صعوبات اجتماعية وكل شيء. فاش بونس سي امبورتون باش واحد يحكي عليه. قصة الفيلم، أم تخدم في معمل متاع حوايج، تحب حلمتها تعاون ولدها اللي يلعب جارديان في فريق، تحلم أنه يخليه صحفي كيبة كبيرة. باش تعمل الشيء هذا يلزمها تقوم بتنازلات، تدخل الحبس، وبعد ما تخرج المجتمع يحاكمها. وفي الرحلة هذه الطويلة في العالم العنيف الليل متاع تونس، تحاول تلقى ولدها وتبني حياتها من الجديد. هذه حكيت الفيلم، كان نجم لخصها في كلمتين. ممسي الفيلم معقد أكثر من هيك. يبدو على خطر كيف نقرأ طرح الصحافة العربية للفيلم اللي شافته، وللأسف الشديد الفيلم التونسي وقت اللي تشوفه يشوفوه أجانب قبل ولاد البلاد. صحيح. الحكاية توجع. كانت عندك لوجيعة هذه في أيام قرطاج السينمائية؟ جو بونس لوجيعة متاعي هي لوجيعة متاع ظفر العابدين، متاع المخرجين الكل، أنيس الأسود لطفي عاشور، اللي أفلامنا في المهرجانات الكل برا تبارك الله. وأيام قرطاج السينمائية رفض أنه يحتضننا، ما فهمناش علاش. أنا كنت قاسي شوية في تصريحاتي اللي فاتوا، قاسي جدا في تهمتهم بالمحسوبية، تهمتهم بالولاءات، تهمتهم بالولاءات صحيح هذا كله موجود يعرفوها. مانيش باش نشوف كي ترى فيلم كيما إذا كان أنت اليوم داخل أيام قرطاج السينمائية بهذا المنطق، علاش تحطي فيلمك قطح؟ هما عيطولي، هما كلموني، هما كلموك هما من 2020 كلموني قالوا لي وقت الفيلم في عام الكورونا، قالوا لي الفيلم يا اخي كملته نحبوا نعدي وقت المرايا، الفيلم باش يعمل بريمير مونديال في مهرجان كبير تحبوا 2021. قالوا لي يكلموني قبل لوكارنو، قالوا لي جيب لنا الفيلم. ربي جبت لهم دي سي بي، ما جبت لهمش ليان ولا جبت لهم ان دي سي بي بروفيسيونيل. مشاو
شوف هي وجيعة أنا توجعت منها برشا، لكن بعد أحسن حاجة صارت أنه الفيلم مشى القاهرة اللي هو مهرجان أكبر قبل برشا تونس. قبل تونس وتعرض وخذي جائزة مهمة لعفيف المحمود، جائزة التمثيل اللي مرشحين لها رجال ونساء معناتها الممثلين. معناتها أنت اليوم تقول أحسن حاجة أنه الفيلم متاعي مشى لمصر ومتعرضش في تونس. أي أي بوتيتر بارابور اللي صار في أيام قرطاس السينما، أي بارابور الإدارة اللي ما احترمتش الفنانين ما احترمتش المخرجين. أول حاجة عندك لجنة اختيار، لجنة اختيار هذية وتخدم لجنة الاختيار وفق معايير، هذا فن راهو ذاتي قد يكون ما عجبهمش الفيلم. معنا حتى مشكلة نحن وتوكا، أنا تويت هالصفحة ممسي قعدنا موجوعين مها برشا حتى كي ما تتويتش الصفحة، مش على كيفك تحل الوقت اللي تحب مهدي وتسكر وقت اللي تحب والصفحات تطويها وقت اللي تحب. هكذا تحب تحير وجايع، مش نحير وجايع لأنك أنت ما تكلمتش كما يجب، معناتها ما عطيتش الحقيقة كما هي. الإدارة ركيكة معناتها الإدارة ركيكة تعيسة معناتها هنقولوها إدارة تعيسة تعيسة معناتها سيدي الإدارة هذه الإدارة اللي أنت تسميها إدارة تعيسة اليوم قيلت لك الفيلم متاعك جيبه، معناتها فما نية صافية من عندها. لو كان جات هي تعيسة ما تعيش الفيلم متاعك، تتجاهل الفيلم متاعك. أنا جو بونس الفيلم قلقهم برشا، حسوا الفيلم ينجم يعمل حاجة يوجعهم برشا بتاتر. كيفاش بالعكس ما نتصورش تعديت حاجات تتقلق أكثر من هك. فيلم ظافر العابدين زاد ما نساوش، فيلم قدحة من نيس الأسود، فيلم في عاشور. خلي ما دامك أنت بحذية نحكي لجنة الاختيار قد تكون ما عجبهاش الفيلم، رب فيلم يتوج في مهرجان ولا يتوج في مهرجان آخر. هو مش اللي صار أنه الفيلم المساومة ما حبيتهاش. شنية المساومة؟ المساومة أنه أوكي اللي نحبوا نعملوا مسابقة وحدكم نحطوكم التوينسة ولا نحطوك فيلم افتتاح ولا اختتام ولا هذي ما حبيتوش. علاش ما حبيتش فيلم الافتتاح؟ شنو اليوم؟ لا ما تنجمش تحط، شوف قلك هدي في المهرجانات الكبار الكل حتى في كان فيلم افتتاحي تظلم ديما. علاش؟ خاطر العباد الكل تحضر باش تعمل تابيروج من بعد أب تخرج، ما حد ما يتفرج في الفيلم. ومش وحدي رفض فيلم الافتتاح، برشا مخرجين اخرين رفضوا فيلم الافتتاح. اي ظافر رفض الافتتاح. فوالا رفض فيلم الافتتاح وتوجعنا، توجع برشا من الحكايه هذيك. خاطر حتى لو اداره مهرجان القاهره والصحفيين قالوا سي انكرويابل الافلام اللي جاونا السنه من تونس، معناتها احسن افلام. فيلم ظافر العابدين راهو الدنيا تسكرت معناتها بجزازه ومش خذينا معناتها ليزانفيتاسيون الا ما دره بوشوش المنجا اللي عطاتنا معناتها مشكوره عطاتنا ليزانفيتاسيون. مصر كلها تتفرج فيه. علاش فيلم كيما هكا تحرم ولا فيلم ستريمز الناس كل السنه فيه؟ كتبت مانيش جاي من عائله اللي تعمل السينما، بابا وامي ما همش مشاهير، مانيش صاحب مع حتى حد باش نجم اللجنه هذه تعتذر. أو شوف أنا اللي قلته ذيك على الكاريير بتاعي توكور. تعتذر؟ من نوع من اعتذر جميل. ما تعتذرش من عبد الحميد بوشنيق؟ لا عبد الحميد صديقي استدعيته للفيلم هذايا وخسارة خلي يصور. لكن هنا أنت تلمح لي. ما شوف ما لمحتش عبد الحميد. شوف أنا نعرف. بارونو سون با دي سيليبريتي. لا ولا لا مش شوف المشكلة حتى عبد الحميد يجي نكتب حاجة يجي يقولوا يسخايلوا عبد الحميد ديما لي أنا. أنا عبد الحميد نعرف. وعبد الحميد كتب جاوبك وبين لك استغراب وقال لك قال كان نستغرب الكلمة نتاعك، مهما كان الفيلم مهما كانت الدولة يجب أن نكون كنا نفرحوا، الجمهور هو اللي حدد النجاح نتاع العمل. أي ولا لا مهرجان لا كوميسيون لا مقال في جريدة سورتو با بوك معروف ولا لا. لا هو عبد الحميد ممكن اخذها كيكا ما تحكي لنا احنا من بعدها اي مي سي با غاف. انا عبد الحميد نعرفوا بعضنا دوبي لونتوم اللي كنا نمثلوا في المسرح حتى في قشبي. لا جامي جامي ما نجمش نغير مع عبد الحميد. عبد الحميد صديق وزميل وهو ديجا يخرج في ديزانترفيو يحكي عليا ويحكي على جينيراسيون الكل. نو نحن المشكله مش في انا ولا في عبد الحميد، مشكله في العباد اوتوخ نوعيه نتاع منجين من القدم من اللي هما لأن هما معنيين بالكلام اللي أنا قلته بلتو كعبد الحميد ولا غيره. وعلاقتنا أنا وعبد الحميد ليلى بوزيد عبد الدين سليم جينيراسيون كلنا بالحق هناك كلكو شوز بتيتر مختلف اللي نعمله فيه بتيتر اللي عم فيه أنا مختلف على اللي عم فيه عبد الحميد. بتيتر أفلامي تتشاف أكثر البرة من اللي في تونس. بتيتر تواصل لوكازيون بش الجمهور في تونس يكتشف ستريمز أتشاف يكتشف مهدي هميلي كمخرج. الفيلم بش يكون حاجة مختلفة رسمياً. الفيلم باش يكون في القاعات رسميا نهار 19 على خاطر لا في كونتينيو، على خاطر الفيلم هذايا في كل لازم الناس تراه في كل القاعات في كل القاعات 19 جانفي. انا واحد من الناس نحس بالحق الفيلم هذايا سوسيال مو مهم، الجينيراسيون هذايا لازم تشوفه واي واحد يحكي وانا بالحق من المنبر هذايا نتاعك هادي نعرف اللي هو مهم على الاخر. انا ندعو عبيد ندعو باغ اكزومبل سيت رئيس الجمهوريه وحرم وسد نعطيهم ديزانفيتاسيون يتفرجوا في الفيلم على خاطر كان هو يحكي سيد رئيس يحكي قيس سعيد يقول نحب نبدل الواقع والواقع والشباب والمشاكل والاستشارة.
إجا شوف حاجة مش استشارة إلكترونية فيلم أون شير إونوس عملوا واحد شاب تونسي عمره 35 سنة بفلوس حطتها تونس مش وقت الفيلم هذاك تعرض في مصر ناس تصدموا قالوا اسكو تونس نجم تحط فلوس فيلم كيما هكا قلنا لهم وي تونس مولت 30% من البيدجي بتاع الفيلم معناتها بالحق قيس سعيد وحرام وانا مصعد نعطيهم ديزانفيتاسيون يجيو يتفرجوا في الفيلم باش يراو الواقع هذايا اللي شوف الشريحه الاجتماعيه اللي يحكي عليها اللي ممحوقه شوف المخدرات اللي توا قاعدين نراو برشا حاجات قاعده تصير شوف تورناتا كان جاي لتونس مشاكل وبالحق الواقع باش تراه في الفيلم هذا ما تحكيش عليه قبل بكل تواضع. نحكيو على فيلم ستريمز نهار 19 باش يكون موجود في القاعة التونسية إخراج مهدي يهميلي وتحية كبيرة للممثلين الكل. خلينا نبدأ عفيف المحمود اللي تحصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة درتوا برشا مهرجانات لوكارنو وغيرهم كان فما حظوة كبيرة زازا كانت واحدة من البطلات زازا اخترتها وحكيت معانا وقت اللي جيت بحثية زازا وفسرت زازا تعطي اكتشفت ممثلة تفضلها ممثلة ولا مغنية أكثر؟ أنا نفضل زازا شخص الساعة كصديقة كأخت وفضلها كممثلة ومغنية كبرفورمر كأرتيست كومبليت بالحق خاطر عندها موهبة كبيرة في ستريمز في أتياف ظهرت منها بارتي إن شاء الله عنا مشروع متاع شفتوا زازا الفيلم الكله؟ شفتوا الفيلم في لوكارنو صدمت ولا ليه؟ ليه ولا ليه فرحت برشا و... خطر عندها جانب هكا محافظ برشا زازا أما زازا شفت روحها أوتخمون كانت غريبة عليها الحكاية انسى روحها الفيلم كفيلم شفته ولا ليه هي شفت أكيد تعرف معناتها فهم وقف في الأيامات اللي ما تصورش فيهم ساعات تجي تعرف حكاية الفيلم قرأت السيناريو حكينا تقرصك تقول لك يا مهدي وين ماشي بينا أي ساعات أي ساعات أما الفي كونفيونس تعرف اللي كل حاجة نعملوها عندها سونس ماهيش جراتويت فهذه الكونفيونس المساروة كيفاش تقبلوا الفيلم بعقليتهم المحافظة انا كنت خايف برشا ما تمريتش الفيلم دوبي لوكارنو ما عاود شريته حتى نمشي المهرجان نعرضه من الاول ونخرج لكن المسار وقعدت في الصاله حبيت الري رياكسيون بالحق كنت خايف برشا قلت هذوما باش يخرجوا ولا باش يقولوا لي شنو هذا ولا ما عرف شنو من بعد العباد صفقت العباد كانوا ايمو في الاخر وحتى الصحافه احتضنته الفيلم وكتبوا عليه بالباهي سالوك على الجراه قالوا كنتوا في تونس كيفاش تعملوا حاجه كيما هكا أيه. نقرا لك في حوار في مع مطبوعه صحفيه مصريه معناتها الأسئلة الكل على الجرأة على الحاجات اللي فيهم مشاهد أوزي يقولوا كيفاش هما يعرفوا لي تونس كمان بعنا حرية لكن ساعات يتصدموا خاطر كمان صار برشا ريستيكسيون في مصر في حرية تعبير في الحاجات اللي صورها فما الكونسيبت متاع السينما نظيفة اللي هو كونسيبت كومبليتمون بيدون أنا ما نمنش بيه نما نقوله السينما هي السينما هذاك هو الفن فما برشا حرية أكيد في السينما متاعنا ممكن ستريمز وأتيف جاري طلع اكثر السقف نتاع الحريه خاطر الحريه زادت في تونس في كل شيء نجمو نحكيو على المواضيع اللي نحبوا عليها وعندنا جمهور متفتح ويتفهم يفهم تبارك الله جمهور نتاعنا يعني يتفرج في كل شيء ويعرف اما يجي يقول لك يا اخي اليوم السينما زاد كيف ما عادش نجم نتفرج فيها في العائله ما عادش نجم نهز ولدي نتفرج فيه نتفرج معاه في 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 قاعه سينما ما عادش نجم نهز مرتي معايا وحماتي ينجم يمشي هو يتفرج وحده ينجم ولده يمشي يتفرج وحده وسي تشوفا مش با سان فيلم موان سيزون ما نعرفش توا التصنيف متصور موان سيزون معناتها ما مهم انه الناس تراه مهم انه كل ام تراه وكل ولد كل واحد جون ادوليسون يراه على خاطر بالحق يحكي على الشيء هذاك عرضته في فرنسا في فاميك بلاصه فيها برشا عرب والجيريان ومراركا وتوانسه بالحق لما هي تبكيو ساسا ما فريمون بوكو ايمو حسوا تعرف فرنسا فما المشاكل نتاع لي جون اللي يطلعوا لي زادوليسون وكل شيء مسهم الفيلم مالغري انه يصير في تونس هذه الحاجه الباهي اصعب مشهد صورته اصعب مشهد المشهد الصعيب اللي نتاع مركز نتاع الشرطه اللي بالنسبه لي انا عفيف محمود لمسه الروعه فيه اللي عفيف محمود في المومون هذاك عطاتني حاجه عمري ما ريتها من اي ممثله نتفرج في السينما تبارك الله معناتها عطاتني حاجه وذي فخور بيش هذي حاجة انكرويابل بالحق المشهد متاع المركز وعفيف المحمود تمثيلها في المومون ذيك موجود ديجا بارتي صغيرة في البوندانوس حاجة انكرويابل اللي أنا نشكرها على الشيء ذي ذي المشهد التمثيل أو خيب مبارشة مشهد صعيبة أكثر مشهد شخطوا عليه بالضحك المشاهد بتاع الرقص والعيد ميلاد
كانوا هايلين ويصوروا فيا جيتي خاطر انا جنبي دي رجال ممثلين معاهم في السين نحطوا الموسيقى ونشيخوا الكل مع بعضنا ونبداو نشطحوا اسلا سا دون كلكو شوز دورغانيك ومشهد زازا تاع الغناء هذاك شخت علي على الاخر اكثر مشهد ستريس ركبك فيه ستريس مشهد ستريس هو اكيد المشهد نتاع فما سيكونس في الاخر في الحمامات وقت بنينا عرس كامل عملنا عرس معناتها بنينا عرس وهذاك كان اصعب مشهد خاطر كان صعيب كان فما 100 فيغوران وكان فما باش نعملوا دي فو دارتيفيس وكل شيء وفي الاخر بالكل فو دارتيفيس جاوا على فوق العشاء والعشاء شعلت سيتي ترو ستريسون ما كان لازم نكملوا نصوروا فانا ضحكت خزرت القبيل قلت له يكوت كان شعلت بالنار خلينا نكملوا نصوروا سبا غاف مشهد دمعتك هبطت كمخرج وانت تصور فيه من وراء الكاميرا برشا نذكر المشهد متاع البو هو مروح مروح للدار ساسا ما بوكو امي والمشهد متاع عفاف وهي تتعرض للتحرش ساسا ما بوكو امي معناتها المخرج اللي كتب القصة وعطاها للممثل وبرف عليها معاه إذا توصل دمعة وتهبط وهو يغزر لها هي دمعة الممثل ولا دمعة النجاح متاعه هو كيفاش دمعة نجاح الممثل شنو عطاك حاجة هيلو دمعت نجاحك انت باش كتبت حاجة ووصلتها وخذيت الساتيسفاكسيون هذيك على البلاتو ساتيسفاكسيون سوفون تاخوها كي تعرض الفيلم في القاعات ويبدا بالموسيقى ومغلف به مي كي توصل تاخوها في اللحظة اللي انت تصور فيها سي انكرويابل شفت الافلام التوانسة ولا ليه شفت الافلام التوانسة ديما شوف الافلام التوانسة في القاعات اي رتبهم لي فيلم عبد الحميد انتريسون فيلم ليلى بوزيد انتريسون دونك انت تو قاعده ترتب اي نحطوا من زوز فرد ترتيب في المرتبه الاولى اي حسيت انه عبد الحميد حاب يعمل حاجه باهيه بوتيتر لو مونك دو مويان اللي هو صعيب ساعات يخليك ما تنجمش تعمل هذه حسيت انه فما مونك دو مويان خاطر يعني في دي فيلم انديبوندونس اي لوجيك لا معناتها انك شفت الفيلم ليه الفيلم ليه انتريسون الفيلم مختلف بوتيتر الجمهور كان يتوقع بوتيتر حاجه اكثر كوميرسيال ولا حكايه ساعات السينما تنجم تحكيش حكايه راه معناتها مانيش اوبليجي باش نحكي واحد مشيخ رجك هاو روح نو تنجم السينما تحكي اوترومون فيلم ليلى بوزيد انتريسون اوسي في الطرح نتاعو ميم سي هو معناتها فيلم تعمل كل في فرنسا و ستريمز حاجه اللي هي بخذيناش جوائز كتوانسه في جي سي سي جي سي سي شوف هنخذينا في القاهره اربع جوائز اربع فيلم فما شكون كتب اذهبوا الى مصر ففيها لجنه لا تظلم احدا ممكن وممكن شوف القاهره خلينا نحكي ونكونوا صريحين هادي ما تنجمش تقارن بالكومبيتيسيون في القاهره كما اللي صارت في الجي سي سي ما عندها حتى علاقه بالحق اش معناتها فسر لي الكومبيتيسيون في القاهره كانت صعيبه برشا باش ظفر العابدين يربح جائزه النقاد ولا فيلمونا يربح جائزه احسن تمثيل عامه يعني على الممثلين رجال ولا نساء كاليتي في المطفي عاشور ربح جائزه احسن فيلم كورمتراج جايزة أنيسة سودر جايزة لجنة التحكيم شوف المفارقات هذه تصنع جمالية السينما أنه فيلم اللي نجم لجنة الاختيار تاخذوش يربح جائزة في مهرجان آخر معناتها أكثر من هكا مفارقات هذه حاجة تصنع جمالية السينما بيان سور أنا ما تغششتش على خاطر ما خذوش الفيلم رأو. بالحق تغششت على خاطر حرموا جمهور التونسي باش يعانق الفيلم خاطر جي سي سي يعمل لك ان ايفينمون يصير اون اتونت كبيره لكن بون سي با غاف نحن اوني لا الفيلم شفت عمل ولا جي سي سي دو كونتي لي فيستيفال رياكسيون المانيا فرنسا ايطاليا سويسرا فرحانين قصيت مشاهد ولا ليه بعد ما صورتها قصيت برشا مشاهد بريسك قصيت فيلم اخر يافي دو فيلم دون لو ميم فيلم قصيت برشا حاجات خاطر في السينما تحاول انا نحاول نصور برشا ونخلي ليسونسييل السينما مش تلفزة مش عندك 40 ساعة دراما عندك ساعتين بتحكي فيها حكاية متكاملة متجنسة avec une esthétique avec une émotion فحاولت فوالا حاولت اني نحط الحاجات بون زازا نحييها تعرف قصيت لها مشهد اللي هي تحبه برشا نقول لها ديما زينب سي با غاف انا برشا مشاريع القدام والمره الجايه شتو بخومي الحاجه اللي تحبها معش قصيلك فما مشاهد اوزي قصيتها اي قصيت حاجات هاي اللي هي قصيت حاجات مع ساره الحناشي مع البطل إيهاب ويحيى قصيت حاجة خاطر بالحق حسيت أنه مشاهد هذيك تصدم برشا 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 مش أوتو سنسور لكن حاولت أني نحمي الممثلين ولا تحمي الممثلين أي نحمي الممثلين لكن الممثلين هما أشخاص راشدين أي ما فما مشاهد صعيبة شوف الخاصية متاع أتياف ستريمز أنه فيلم كرو
إلي كوم سا تاخذه يصدمك يرجك شوية هكا. ما تلاحظش أنه تناقض ما بين الجملة هذه لما تقولي نحمي الممثل، أنه وكأنك نصبت روحك وصية على الممثل وكما أبوه تحب تحميه. حميت مشهد تصورنا مشهد صعيبة برشا هذه بالحق، مادام قبلت باش تصورها ومادام قبلوا الممثلين باش يصوروها. شوف نحنا نتخمروا شوية، أنا كمخرج نتخمر برشا، نشيخ كي نبدا نصور، ما عادش نمن بالحدود نتاع حتى شيء. لكن بعد كي شفنا الفيلم وغالية لاكروا المونتوز نتاع الفيلم اللي منجت افلام عبد الفتاح، يرجع لك شاهد اقل، يرجع لي شاهد اقل غاسا غالية وحافظ لي مونتور اللي يقولوا لي مهدي راك هنا سي بوكو، هنا لا، هنا سي با بيان بور ليماج نتاع الشخصيه، هنا ما نحسوهاش لازم تاكل تريحه من عند خواتها، اجا نقصوها اجا نبدلو، فهمت؟ فانا نسمع اللقطات المحذوفه تذهب الى الكوربي تقعد بعد المخرج يخرج تكون أبيل فيرسيون طويلة اللي هي بتيت نخرجها من بعد، اللي هي بالحق فيها برشا برشا حاجات. لكن جو سوي كونتون بالفيرسيون هذه، خاطر كمان مشيت المهرجانات الكبيرة وكل شيء، كتعرف ما نجموش نعملوا فيلم تاع ثلاثة سوايع هادي، حد ما يتفرج فيه صعيب، حتى التسويق والبرة في المهرجانات تلقى مهرجان اثنين ياخذوا لك كان لوكارنو يعرض لك ثلاثة أربع سوايع، من بعد شكون بشي راه؟ ذاك أنا مرة في جي سي جابوا لنا فيلم سبعة سوايع ونص. فوالا الجمهور، نحنا فيلم جماهيري، هو فيلم اللي يعجب الناس، فيه حكاية واضحة، فيه خرافة، فيه موسيون. الحاجة الباهية انه أطيف باش يكون في القاعة نهار 19 في كل القاعات التونسية. وي. وأكيد انه مش عمل دورة في الجمهورية التونسية. اليوم عندك عرض خاص اليوم عرض خاص للأفون بريمير ليكيب دو فيلم، الممثلين فما الأصدقاء، فما الأصدقاء اللي يحب يراو الفيلم بيان سور تو دون لو ريسبي نتاع الجوج نتاع 50% نتاع لي ريستريكسيون، الماسك الباس سانيتير. شوف هادي ما عرفتش انا ساس بونسي لا ريسبونسابيليتي نتاعك اوسي ك متعبد عنده ميسيون يحكي على الثقافة. لا في كونتينيو راو بالحق، سي ميساج دو في لا بيد رام ايل ديبريم لي جون، لي جون شارع تونس ايل ديبريم. شوف انا معاك، انا معاك في حاجه واحده يا اخي، ما كورونا خايبه تمرضنا ناس كل، كيما نسكروا قاعات السينما ما فماش علاش نحلوا المطاعم والرستورانات والقهاوي، والا نخليهم الكل ونحيو الكوفر فو، خاطر ما عندها حتى علاقه الكوفر فو، ما تكينو هذيا ما فما حتى بلاد في العالم عامله كوفر فو تو سا سي ريديكول. حتى فرنسا، حتى فرنسا اللي هي 400,000 كا 500,000 كا والكورونا ما تخرجش ل 10 الكورونا ما تخرجش ل 10 تاع الليل، ما انت خليو الناس تعيش بالحق. راهو الناس ديبريم، العباد اللي ديبريم في الشارع، الناس تو على الباج يتبعوا يقولوا لي وقتاش رانا نحبوا نتفرجوا نمشيو للسينما رانا اون بو بلو. شكرا مهدي على الجراه والشجاعه انك تهبط الفيلم نتاعك في الوقت هذا، يعطيك الصحة، نتمنى من خلالك تحيتي توصل لكل فريق العمل هذايا.